أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، أجل الله تعالى فرجه الشريف ورزقنا رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث بعنوان نعمة البلاء، الحديث عن أخلاق المجاهدين. استدعى الحديث عن الأسس التي لا يمكن التحلي بالأخلاق إلا من خلالها. هذه الأسس هي حب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وحب أهل البيت عليهم السلام. وبما أن حب الله وحب رسوله وحب أهل البيت في الحقيقة حب واحد، هو حب الله عز وجل، يتفرع عنه حب رسول الله وحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعليهم. بما أن حب الله هو الأصل، فإذن اقتضى الحديث عن التحلي بالأخلاق الفاضلة أن نتوسع في الحديث عن الأساس الذي لا يمكن أن يصل الإنسان إلى الصبر أو الحلم أو كظم الغيظ أو العفو أو الصفح أو الإيثار أو أي من الأخلاق الفاضلة إلا من خلاله، وهو حب الله عز وجل. التدين حب. كيف أن العاشق إذا عشق تضاف إلى حياته قيمة ملؤها الحيوية والنشاط والاندفاع والتوثب والتضحية؟ التدين الضعيف الفاتر لا قيمة له، لأنه لا ينبض بحب الله سبحانه وتعالى. التدين إذا بني على أساس الحب فهو الدين الذي يريده الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن حب الله عز وجل هو القيمة العليا التي تجعل الشخص لحبه لله سبحانه وتعالى يراقب حضوره عندما يريد أن يقع في معصية، وهو لا يريد أن يغضب الحبيب، يخاف من إغضاب الحبيب فلا يقع في المعصية. وإذا واجه بلاء فإنه يعتبر أن هذا البلاء في رضا، ما دام هذا الأمر في رضا سبحانه وتعالى وبعينه، فهو يحاول أن يتأسى ب مولاتنا السيدة زينب عليه السلام عندما قالت ما رأيت إلا جميلا. إذن الحديث عن حب الله عز وجل هو الأساس الذي يمكننا من التحلي بمكارم الأخلاق. وعندما نستفيض في تتبع الآيات والروايات نجد أن الأمور كلها مربوطة بحب الله عز وجل، أن كل موضوع يستند إلى الآيات والروايات. يعني المنظومة الثقافية الفكرية الدينية منظومة مبنية بناء إلهيا محكما، تشبهها المجرات وتشبهها الذرات والموجودات بذراتها. هناك بناء ثقافي معجز
مترابط، الأساس فيه حب الله عز وجل، ويتفرع عليه كل الأخلاق الفاضلة. يعني يتفرع على حب الله سبحانه وتعالى حب كل من يحبه وكل عمل يحبه، كل من يحبه وكل ما يحبه، يعني كل شخص وكل عمل يتفرع، والأمور مرتبطة ببعضها. مثلا يواجه الإنسان مشكلة، كيف يتصرف؟ ما يتصرف بالغضب الذي يستفزه ويخرجه عن طوره، وإما يتصرف بالصبر. من أين لي الخير يا رب ولا يوجد من عندك؟ من أين لي الصبر إن لم أكن قد لجأت إليه سبحانه وتعالى وبنيت في قلبي علاقة به عز وجل بحيث أني أستمد منه الصبر؟ وهو سبحانه وتعالى يأمرنا أن ندعو ربنا وأفرغ علينا صبرا، يعني يعطينا من الصبر أكثر مما نتوقع. فإذا الحديث عن الصبر جعلنا نربط بينه وبين حب الله عز وجل، الحديث عن البلاء نربط بينه وبين حب الله عز وجل من خلال الآيات والروايات. موضوع الصبر ينقسم إلى الصبر على الطاعة، والصبر عند المعصية، والصبر على البلاء عنوان مستقل. السبب ما هو في أن ننظر إلى البلاء على أنه نعمة وليس نقمة؟ السبب أن الحسابات في الدنيا غير الحسابات في الآخرة. يعني الشخص الذي يكون عنده مبلغ من المال ويترك منه ما يكفي لمصرفه هو وعياله، ويعطي الباقي لشخص محتاج، بالحسابات الدنيوية هذا غير مدبر. بحسابات الله والآخرة هو الإنسان المدبر الحكيم الذي يرسل هذا المال أمامه لأنه سيجد ما عمل حاضرا، وبالدقة خب قرشك الأسود ليوم أو الأبيض ليوم الأسود، دقة هيك أنه هذا القرش أصرفه للآخرة تكون قد قدمته أمامك، لكن الفهم الموجود مقلوب أنه بالدنيا. طيب، فإذا كان الشخص يدخر مبلغا من المال والآن لا يحتاجه، وعرف أن شخصا محتاج لأنه عنده مريض وما أدري فوته على المستشفى في حالات طارئة، هذا الإنسان بالحسابات الدينية غلط أن لا يعطي هذا المال، لأن هذا المال أعطاه إياه الله عز وجل، وحق المؤمن وحق الإنسان على الإنسان أن يتصرف بحاجته كما لو أنها حاجته. الإمام الباقر عليه السلام يقول: إني لأبادر إلى قضاء حاجة عدوي مخافة أن يستغني عني، لأن الذي يخدم شخصا آخر خدم نفسه في الحقيقة. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. هذا المنهج العقل الدقيق الذي يضيع في كثرات الدنيا وتعلقاتها ومشاكلها، بحيث أن الحسابات الدنيوية تصبح مختلفة جذريا عن الحسابات الدينية. مهمة المعصوم أن يبين لنا المنهج العقل السليم الذي يمكن أن نفهمه من التأمل في الفرق بين المسافر إلى مكان مغترب الذي لا ينسى وطنه أبدا، وبين المسافر الذي ينسى وطنه وبعدا أولاده بصيروا مسيحيين أو يهود، وهو يدفن في مقابر مش معروف مين، وراح أطلص مسخ لأنه نسي وطنه. الإنسان في الدنيا مسافر أو لا، هذه المسألة تلخص ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان.
المسافر الذي لا ينسى وطنه يصرف قسما كبيرا، يعني هو في المغترب لكن كل همه الوطن، دائما يفكر بالوطن. هكذا ينبغي أن يكون تفكيرنا بالآخرة، وما عدا هذا خطأ. هذا من معاني كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. هذا من معاني أنه المؤمن في الدنيا لكن قلبه مرتبط بالآخرة، يعني ضربوا أطناب خيامهم في الآخرة. واحد خيمته هون بس حبل الخيمة مشدود هونيك، يعني إذن همه الأكبر هو الواقع الحقيقة، يعني ليس طفلا لا يتعامل مع المكان الذي هو فيه ولا يفكر بما بعده. العاقل هو الذي يستعد للاستحقاقات المستقبلية، وهذا المستقبل أخبر الله عز وجل عبر الأنبياء والأولياء وأصحاب العقول الكبيرة أن هذه الدنيا ممر وليست مستقر، والإنسان مسافر فيها. إذا ينبغي أن يتصرف بطريقة يفهمها على الأقل من مثال المغترب. المغترب عندما يريد أن يفكر بالبناء يقبل بأن يمضي وقته في بلاد الاغتراب بالمكان المؤقت، لكن المكان الأساسي بيته الذي يتعب عليه ويهتم ببنائه في الآخر. ممكن يحصل بيت مريح إذا كان قادر، لكن لا يتعلق قلبه بهذا البيت. إذا أراد أن يخطط، يمشرع بالتعبير المتداول، يخطط لوطنه المستقر، لأنه عاقل، لأنه ابن أصل، لأنه يعتبر أن علاقته بأبويه وأرحامه ومحيطه هي العلاقة اللي الله عز وجل مركز عليها، وهي التي تحفظ دينه. يفهم أن التعرب بعد الهجرة، يعني بمثالنا تعلق الإنسان بالدنيا بعد أن أصبح يفهم الآخرة، هذا التعرب بعد الهجرة. طبعا التعرب بعد الهجرة بالفقه يفسر أن يسافر الإنسان إلى مكان يخشى فيه فوات دينه، نقص دينه، فبيكون كمن ترك المدينة المنورة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر ورجع إلى البادي إلى الأعراب. هذا التعرب بعد الهجرة، يعني يخاف على فوات دينه، يخاف على دينه. في ذلك الوقت كان يخاف على دينه من التعرب، هلأ من التغرب أو التشرق. فالمهم أن المؤمن ينبغي أن يكون في هذه الدنيا وفيا للاستحقاقات المستقبلية، ولذلك يتعامل مع الأمور على حقيقتها. روي عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: إن الله عز وجل إذا كان من أمره أن يكرم عبداً وله ذنب ابتلاه بالسقم، فإن لم يفعل ذلك له ابتلاه بالحاجة، فإن لم يفعل به ذلك شدد عليه الموت ليكافيه بذلك الذنب. قال: وإذا كان من أمره أن يهين عبداً وله عنده حسنة صحح بدنه، فإن لم يفعل به ذلك وسع عليه في رزقه، فإن هو لم يفعل ذلك به هون عليه الموت ليكافيه بتلك الحسنة. إذن المؤمن يفكر بطريقة مختلفة. الناس مشدودون إلى الدنيا غير المتدينين، هو مشدود إلى الآخر. الناس مشدودون إلى المال، هو مشدود إلى الثواب.
الناس مشدودون إلى كثرة الموسيقى والرياضة والمدرشو والجلسات والأراجيل، ومشدود إلى تلاوة القرآن والذكر. الناس مشدودين إلى كثرة الحكي والثرثرة، وهو لا بيختار كلامه. الناس مشدودين بشكل أو بآخر إلى الأذى، الإيذاء يعني. يعني صاير للأسف جزء من تكوين الشخصية. قديش هو شرس، بمقدار شراسته تكون شخصيته قوية. هذا النمط المادي، البناء السائد. هلأ بالقرآن الكريم لين القلب، فبما رحمة من الله لنت لهم. سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، للفرق بينه وبين الأنبياء ما بندركه، نحن ما بنفهم. نحن نعرف أنه أفضل من الأنبياء، بس قديش أفضل؟ يعني إذا جمع الأنبياء كلهم بيقدر يوصلوا لشيء من مرحلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أبدا، لأنه لم يبعث نبي إلا بالاعتقاد من نبوته، فهو نبي الأنبياء. تصور واحد نبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي للأنبياء، فأديش الفرق بين عظمته وعظمتهم. هو صلى الله عليه وآله وسلم يقول: آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. طيب هي الشراسة واضح أنها لا علاقة لها بالعبودية. إذ الشخص اللي يوقن ويصعب أن تقنعه بغير هذا، إذا ما كان مكسر رأس مرته هو مش رجال، ما له علاقة بالدين ابدا، مش ناوي يصير متدين. هذا اللي لازم يفكر دائما بالايه: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. هذا اللي لازم يفكر انه الدين بلا اخلاق ما بصير. او المراه اللي بتشوف انه دينها ويقينها انه كيف هي تكون متمكنه من زوجها، بحيث انه تطلب مصاري شغلات امور بمشي لطلباتها، واذا لا مثلاً إنه بعض بيقول لك أنا مرة بتقول إنه أنا ما قلت شيء، عبست هيك. عبست مش مسموح هذا أبداً شرعاً، ما بيجوز، لأن المرأة ريحانة، والريحانة إذا عبست تذبل، تعيش ريحانة طبعاً. إنه ريحانة وليست بقهرمان، إنه بالمقابل الزوج إنه ما يعاملها كأنه والله هي عامل بده يشتغل دوامين، إنه الطبخ والنفخ والجلد وكذا، ومع ذلك مش خالصة من شره. هي المسائل من السهل الممتنع. لذلك بعض أهل العبادة الآن موجود من الأحياء في العراق، أساس منهجه بالتزكية هو علاقة الرجل بزوجته وتعامله معها كيف، في عنده أخلاق بتعامله مع مرته أو لا. هي المسألة اللي منشوفها أنه نحن خاتمينها وأصلا ما منفكر فيها. كل واحد بيعتبر طريقته بالتصرف وخلاص، عرف كيف ينقي وعرف كيف أنه هيك يعني سيطر عليها، وما في مشكلة، ما في مشكلة. وبده يدور على أوراد وعباداته حتى يصير متدين، ما بصير متدين. وقد خاب من حمل ظلمة. شوف بيتك كيف. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الله عز وجل جعلك وليا على هذا البيت، إذا حققت العدالة هنا يمكن أن تحقق العدالة مع أرحامك، مع الدوائر الأخرى، بس هي العدالة في البيت لا تتحقق قبل أن تحقق العدالة في نفسك. أول شروط تحقيق العدالة في النفس أن يعرف الشخص من هو. هو الروح والله الجسد. الروح تلبس جسدا، تلبس هذا الجسد مش أكثر من ثوب، بس هذا الثوب بيتغير عطول، مش هلا بيقولوا طبيا كل 7 سنين ما بيظل فيه خلية من الخلايا الأولى، بيتغير بس نحن ما منحس فيه، وبعدين بيشلحوا واحد ويروح، وبيرجع باليوم البعث نفس هذا الجسد بيجي، لأنه المعاد جسماني. طيب إذا من هو؟ أول شيء يعرف من هو الروح. إذا الروح
لابد من تأمين مستلزماتها. لا يمكن تأمين مستلزمات الروح إلا بالفهم، أن نعرف حقيقة الأمور. نطلع بالمصاري بتعجبنا وبترن أكثر من الثواب بمليون مرة، أنه هذا العمل اللي بيعمله واحد بحصل هالآية بيقراها بشهر رمضان بحصل ثواب ختمة، هذه ما بننكرها بس ما فينا ليها. لكن قلت لكم يعني عدة مرات بدروس دائما لازم أقول لا إلي ولا لغيري لازم نقولها، أنه إذا بنقلنا الآية بدولار شرفنا قديش بنقرأ، معناها نحن مش فاهمين. لازم نندب حظنا، لازم نبكي مش فاهمين الثواب. نحن واصل معنا حد أنه مثلا هذا الولد بيعرف أنه المصاري هيك، فإذا أجيت أعطيته دفتر تشيكات شو بدي شو بدي في سريبك بده خرجيته. نحن منشوف أنه هولي فهمانينهم، في تعبير الإمام الخميني رضي الله عليه بيقول هاي الأمور نحن فهمانين أهميتها فلذلك نهتم فيها، أما أمور الثواب وغيره مش فهمانين أهميتها لذلك ما بنهتم فيها. يعني أولاد أطفال، يعني إذا نحتاج إلى التعمق التدبر التفكير الآيات في القرآن الكريم التفكير الدائم، هذا المنهج العقلي السليم. وكل غير المتدينين منهجهم منهج سطحي قشري لا علاقة له بالعقل على الإطلاق. أولو الألباب هم المتدينون. الأمير عليه السلام يقول من كان عاقلا كان له دين. فإذا التفكير بحقائق الأمور هذا المحور هو الأساس في فهم البلاء نعمة، أن البلاء نعمة وليس نقمة. هي التسمية العنوان اللي اخترته اليوم نعمة البلاء ترجع إلى الرواية اللي ذكرتها بآخر الحديث السابق أعيدها للتأكيد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تكونوا مؤمنا حتى تعد البلاء نعمة والرخاء محنة، لأن بلاء الدنيا نعمة في الآخرة ورخاء الدنيا محنة في الآخرة. فإذا العبرة هون، انه واحد مثلا والله هلا راضي عن حاله، هو مش المهم يرضى عن حاله، هلا المهم يرضى عن حاله انه يوم القيامة عندما تعرض الخلائق على الله عز وجل ووجدوا ما عملوا حاضرا بظل هذا الرضا، والله بيقول يا ليتني قدمت لحياتي. هي قليلة هذه؟ انه هذه الدنيا كلها بطربقاتها بالتعبير الخليجي يعني بالكركبات اللي فيها والقيامة والطربة، الدنيا كلها يعني مش حياة، الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. أصلا من جملة الدروس المعبرة لازم نفكر فيها إنه واحد بالمنام كيف بيشوف حاله، طلع على الجبل ونزل وعمل وعيط وكذا وإلى آخره بفيق ما بيلاقي شيء. هي الدنيا هيك كسراب بقيعة، الأعمال غير الصالحة لا يبقى منها شيء، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجه ربك ذو، الوجه اللي هو له علاقة بالله عز وجل، يعني الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله اللي بيكون قربة إلى الله في سبيله، يعني حق، هذا يبقى، والباقي هباء منثور. حتى إذا كان واحد شيخ وحج مؤمن إلى آخره وبيصلي وبيصوم وبيعمل أعمال صالحة، لكن في عنده حرام معين، هذا الحرام لص هو إذا لا حرام وثب عليه من قبيل أنه بحقر الموجودين، بحقرهم وشرس ويتقى من شر لسانه، من قبيل أنه مثلا نظرة حرام سرقة ويقيم عليها الإصرار على الصغيرة كبير، من قبيل أنه ظالم لزوجته أو الزوجة قد تكون ظالمة لزوجه. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام
حول الآية وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: والله إن كانت أعمالهم لأشد بياضا من القباطي. قباطي ثياب المصنوعة من الكتان القبط، الكتان المصري شديدة البياض. فهول أعمالهم اللي الله عز وجل عملها هباء منثورة كانت أعمال بيضاء ناصعة. طيب شو مشكلتهم؟ ولكنهم كانوا إذا لاح لهم الحرام وثبوا عليه. لاحظ تعبير وثب، وثبوا عليه. يعني هلأ إذا واحد عم يملأ حوض ماء كبير لكن كل شوي بتنزل فيه قطرة سم، طيب النتيجة ما عاد فيه يستفيد من الحوض. أعمال بيضاء لكن مخلوطة بمحرم، يعني دورة التقوى غير مكتملة، تقواه مخترقة، ينفذ منها الشيطان. إذن لابد من التعاطي مع الأمور كما هي. من جملة روايات أن البلاء نعمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ليتعاهد عبده المؤمن بأنواع البلاء كما يتعاهد أهل البيت سيدهم بطرف الطعام. من جملة الروايات عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: إذا رأيت ربك يوالي عليك البلاء فاشكره، إذا رأيت ربك يتابع عليك النعمة فاحذره. من جملة الروايات كل حول أن البلاء نعمة. الإمام الباقر عليه السلام يقول: إن الله عز وجل ليتعاهد المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الرجل أهله بالهدية من الغيبة، يعني غايب يجيب له هدية، ويحميه الدنيا كما يحمي الطبيب المريض. لأنه إذا شفنا هالولد مثلا بده يخرب نتيجة هيك الجشع وغيره إلى آخره، وطريقة مصرفه مش منظمة، وبيحب يأخذ مصاري والآخرين ما بفكر فيهم نهائيا، شو منسوي؟ بصير نفكر أنه نأنن له هيك، نحكي معه طيب. الله عز وجل بشوفنا على طول هيك، فبده ينبهنا. يعني يجب أن نحب الله عز وجل حبا جما، نحن لا، منقول حبه بكفي وأهل البيت بيشفعوا لنا، المهم المصاري منحبها حبا جما. هالأمور لازم واحدنا يصارح نفسه فيها، لأنه إذا اكتشف المرض هون ولجأ إليه عز وجل بصلحه مباشرة. بس إذا ما اكتشف المرض، يعني لا يريد أن يعرف الحق، مسكر. ولو كان الله عز وجل بيقدر يصلحه بدون ما يقصد هو بيصلحه، طبعا قادر هو، لكن مشيئته قضت بأنه لا يريد أن يصلح إلا إذا نوى هذا الشخص. رسمت السبيل فيا وارث الأنبياء سلام عليك من الله لا لن يزول. وقفت أمام اختبار عظيم وأحييت في الناس صبرا جميلا وتاسع أبنائك الظاهرين سينشر في الأرض نبلا أصيلا. وإن المعارف تروي الحكايا يقرأ